رز مغلف بالبيض. لا ده دوريان. هل هو المطعم اللي حلو ولا الاكل التايلاندي اللي حلو؟ هنلاقي رز بالخلطه ودي قطع فراخ. يو اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه؟ تعمل عايز تاكل اكل جديد وغريب. ودي سلسله فيديوهات اكل من حول العالم، وهنجرب اكل تايلاندي وماليزي واوزبكستاني وصيني، بس هنقسمهم على اربع فيديوهات، وهيكون معانا لويجي. واول فيديو معانا الاكل التايلاندي، ورحنا مطعم النيل في الحي السابع مدينه نصر. ريحه اكل تايلاندي. احنا شممنا ريحه كده اللي هو ريحه سمك تايلاندي، مع ان اول مره اجرب الاكل ده المصري. نطلب رز مغلف بالبيض او اسمه باتايا. باتايا. وهنجيب عصير الذره الكورن سكواش. عصير ذره. مجربتش قبل كده؟ لا طبعا. اراخ مخلي اراخ مخلي بالثوم، اراخ محمره بالصلصه، اراخ محمره بالخضار. ايه ده؟ حراميه في تايلاند؟ انا اتسلقت. واشهر حاجه عندهم الرز، بس احنا في تايلاند لازم نجرب المكرونه. عايزين يا اما سوكي بوكي. السوكياكي. السوكياكي. خلينا اول واحده. مكرونه محمره بصوص الصويا. فين ال يبقى لما نعوز حد ايه نقول له؟ امال ايه؟ اهو يا عم جاي اهو شغاله يا عم، دي بتشتغل في اي حته. عايزين واحد رز مغلف بالبيض لارج، مكرونه محمره بصوص الصويا لارج برضه، ويبقى العصير ممكن واحد كورن. لا مفيش كورن. دوريان موجود؟ دوريان موجود. تحب تجرب الدوريان؟ نجرب الدوريان. انت هتشرب الدوريان ده وهتدعي لي. في العادي لما بيبقى فيه عربيات كبده بيحط قدام زيت صني، ولما بيكون بارو كده بيحط او اي حاجه حرام، بس هنا عشان مسلمين بص حاطين ميه اقوى دلتا. بص في ركنه، تعالى هنا في ركنه حلويات. ده بسكوت ويفر ب 35 جنيه تايلاندي هوم ميد اهو فريش، يعني حاجه تايلانديه اللي عاملاها. العصير نزل. وعندهم تشكيله عصائر غريبه، واي عصير ب 18 جنيه. هو واحد منهم شوريان وواحد دوريان. بندان وواحد دوريان. طب احنا ندوق ونعرف احنا هو ايه اصلا البندان والدوريان. مش عارف. بص يعني اشرب وقول لي رايك. لا ده دوريان. انت لا ده الدوريان. عشان ده حلو بحبه. اشرب. حاسس بايه؟ بص هو ما يعرفش، مش حاسس، بس اكيد ده احلى من ده. بقول لك اسمع اكسكيوز مي، معلش هو ده بندان؟ ده بندان. لا احب البندان قوي الصراحه، افضل البندان عن الدوريان. هو بيعمل حساسيه على الصدر بس طعمه حلو. انا بنجرب ده معاهم. نسقي. انا حاسس ان انا غريب يا اسطى بلدي. هو يتخطف. بس هم الوان ليه كده؟ ممكن اخد الاخضر ده. مشكلته الايس كريم، بس ما فيهاش ايس كريم. طب اذا مشكلته بيفتفت يعني بيفتفت ده قوي. وبيهرب. الفرق ما بين اللارج والميديوم هنا مش كبير قوي، يعني في الرز 10 جنيه وفي المكرونه 15 جنيه، الناس دي بتحسبها ازاي؟ بيحسبوها انك انت دايما هتجيب اللارج. فاحنا طلبنا اللارج ب 65 جنيه. يعني هو رز بالخلطه مع البيض، تمام؟ حاسس بايه؟ انا مش بميل للاكل الاسيوي صراحه يعني، بس بجد الطبق ده حلو قوي. يعني لو جينا مثلا ناكل كده، ناخد رز بس كده، هنلاقي رز بالخلطه ودي قطع فراخ. يا بوي ممكن لو سمحت معلقه او شوكه. حبيبي يا فنجان تسلم ايدك. بيغني هندي كمان. بيغنيش تايلاندي. صح. والمكرونه المحمره بصوص الصويا ب 65 جنيه، بس احنا طلبنا اللارج ب 75. بص الخيار خرم بكسل. هي برضه فراخ نفس الحوار ده بس فرق بس مكرونه. يلا. المطعم ده حلو قوي. هل هو المطعم اللي حلو ولا الاكل التايلاندي اللي حلو؟ ممكن يكون المطعم اللي حلو الاكل التايلاندي عادي. اللي يعرف محلات بتعمل اكل تايلاندي يكتب لنا في الكومنتس. منافسه شرسه. المكرونه ولا الرز؟ الرز. طب انت في العادي بتحب المكرونه ولا الرز؟ المكرونه. المكرونه. انا بقى انا في العادي بحب الرز وحبيت المكرونه. سبحان الله. والله العظيم يعني انا الرز المفضل بالنسبه لي، بس هنا انا حبيت المكرونه اكتر. هو المكرونه المفضله بالنسبه له، بس هنا حب الرز اكتر. يا شقاوتي يا تايلاند. في الانجاز عشان شويه تردونا. انا كاتش بقى.
حصل خير يا جماعه، احنا النهارده كلنا النودلز وكلنا الرز البربكياني وكلنا البندانة وكلنا وكلنا ايه ده دوريان وكلنا والدم نورماندي وكلنا صوابع زينب صوابع زينب التايلاندي. لا والله الاكل هنا كله حلو بجد، ما عنديش تعليق غير على ابن وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان احنا نجرب اكل جديد على قد فلوسنا او بقى تكلفه ممكنه، فمنشن صاحبك اللي عايز يجرب معاك وقول لنا عايزين الفيديوهات الجايه فين، ولو عجبكم الفيديو مش تعملوا لايك وكومنت وشير وتابعوني عشان نشوف الفيديوهات الجايه، وبس كده اشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب 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 بتايا